السلام عليكم خوتي خواتاتي، معكم لاسيان فلوغ. اليوم فيديو جديد مع موسم جديد. هذا الموسم اخوتي اللي كاين هنا فيه كاين في ايتيادين اقليم خميسات كيسميوه موسم الرخامه. هذا اول مره عنده هنايا، بان لي موسم زوين ون الصراحه. هذاك الشيء عجبني، المحرك واعر، الناس زوينين، الخير تبارك الله، كلشي هو هذاك. الحاجه اللي واعره في هذا النهار هذا هو جا واحد الدري عندي من الرباط اللي هو سميتو مهدي. مهدي اخويا اجي عندي هنا. السلام عليكم اخوان بخير. شي كلمه اخي مهدي. الكلمه اللي تنبغي نقول هو تنشكر يونس على الاستضافه. هاد الانسان اللي عمره دار استقبلني احسن استقبال. ود الموسم عندهم هنايا واخا مختلف على الموسم ديال الرباط، ويعني كل واحد والاقليم ديالو، يعني شي حاجه زوينه ما فيها باس بنادم كل مره يمشي الموسم باش يعرف التقاليد ديال اي بلاصه. خوتي راه مهدي اول مره عنده هنايا في خميسات وما عارف عليها والو، جبتو الايتيادين اول مره غادي يشوف الموسم ديال الايتيادين. الصراحه موسم عجبوه، فيه الهيت، فيه كل شيء. Yeah.
ما قالتو تيباك غلب ماليزيا عشي راح لويبي هانتي كيف ديريني كيف ديريني هانتي كيف تعمليني شي قصيط ندار القرب على تجرد صافي جمعي هندي ماشي مكرني بالركاب ما يقلي بالركاب أول تعاير شي بالركاب هذي من أفعين أول تعاير شي بالركاب ما يقلي 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 بالركاب حق ودي يا غيور مر لي ولدك ما هكش متى بالركاب ما خي ظهر اللونين وين اللونين وين اللونين وين اللونين وين أنا تسخيل ها سينا شكولاتك اللونين وين أنا تسخيل يا الزيني وا وتسمم ذكي من الرجال كيني مسين أتسمم سهل ميتري قال أمو ها ها قلت له وذين وخا وخا بلياتي جوسكي هل قلت عيار تشكيس حراوين شحال يقرأك قويرو ومثلي تشيني يدنس لا يوم مثلي تشيني يدنس وقيل أمي عند أمي سل الحسن وين عندك الكوكا اسكاك تسناكيس كوذا انا ما حبيت كتخفيها البطل عمري تسكر يا كيني تسخطو ما حبيت كتخفي البطل اسكاك تسناكيس كوذا اما خايب الكان خطر مكون يحرق الغدا سي نردف تم ضطات 7 غي من لان ما تسنت الصحراوة ما تبقاش تعاير الصحراوة ايوا بشويه وتعرف تجاوبني على الصحراوة نجاوبك ها نجاوبك شكون اللي كيتاكل القرطاس في الصحراء الصحراوة شكون اللي شكون اللي ساكن في الصحراء الصحراوة ها الصحراوة وشكون اللي كيلعب الكره بزاف صحراوه ومن عند مركات شريختك الحنا وعلى ملي كيسقيو الماء بزاف انا ماشي انا راني بنادم مزيان تبارك الله وايوش توج لا تسوق طوموبيل تفيض الرادار ان الشريفه حبسي فايت 60 الناس بنعمه ما درتش الماكياج عندي غير 42 معقول غير معقول يجينا غير خدم تاكل ذاك الصباح الناس صباح الخوخ كنشوف كندوخ بس ان انت ذاك تمدي ترقاتي ودور فيقه شوف مساء الصفرجل اجي خطبني وترجل وي تشوفش خوض من الغليظه تا الى جاب الله تكمش الوجه يبقى الكاروسري ربي وخويا نسال زوراني ياخذك زواد الرحال اول هم تطلب الا بغيتي تجوز تجوز المراه كحله باش حتى الا متي ما يطمع فيها حتى شي واحد انت تبرك انت غوده ها المراه الكحله ما كتبانش ملي كتكون ظلمه المراه الكحله كتبان ملي كيكون النهار وكعنا خا بعدا جا نستراو لا الشغلينا مول الطوال الدوله هذا انا هو وين هذاي السروال الزامي لقيت بوحباق الخشا شنو تبارك الله هادو غايدا مزيان مزيان غنغسل كل حساب تحلف في اللي كيديروا لا غولاسيون الله يخليهم ديما تخيبين ولكن اللي زباش بحالكم ما نقدرش نهضر معاهم امبوسيب انا راك عارف من خلال الجولات ديالي وكنمشي لافيل ديك كيميسات وكنتسلط لو كابيتان مي امبوسيبل نهضر مع لي موستيك بحالك انت وانا علاش الحمار عارف يهضر دابا هو حمار وردني انا حمار قال لك انان انان انا مشي اشكا اشك عيط ليلي ليلي وينك خاون سنن ورقه وينك عندك لينا واش قرا انت اللي فادي قرا اي فادي قرا ارمي هاد قرات الرو دار ارمي هاد قرات دور خير جمع اربعه المره ثاني مساخير المدرسه سكن خدكس الفقيه وي 60 حيز باش كيوي تو انا باش تنتصور تصيح قريش انا هو انا ارغبت هذا نطلب الطعام هزم زيلاتي تقرال من هنا لقدام من 2020 هي المتغدي والهياته والله العظيم ما كان غاس حال سيدا سيد عبد الرحيم وريقي من الطلبه كنا وين غرا على الخبور الطلبه واخا لي كاين من Ha ha!
اخوتي بالنسبه للغدا ان شاء الله غادي نتغداو هنايا في هذه القهوه هذه ديال الحوت، غنضربوا الحوت غادي المهم مناضه هذاك الشيء وغادي تشوفوا كل شيء ان شاء الله. المهم هذه القهوه، المهم تما رمزي غادي نضربوا واحد الرابعه انا وخويا مهدي ونشوف حاجه. هذا هيدوت هيدوت زقوا الحوت راه يحرق ازو حجره قلا لا يحرق لا بزوال لا بزوال خوتي رغم الزحام اننا درنا الطريق سرين سرين باي يوسف اكبر هو بيت الموز ايه درا ما عندوش معك كبايله ما السردين السرن فرن اخوان بات لي واحد الجلسه زوينه تحت واحد الشجره غادي نمشيو عندها غنكتشفوا شنو كاين تمايا بان لي بحال شي ناس في شكل جالسين تحت واحد الشجره يعني داك داك ديك الجلسه كنت كنجلس انا شحال ديما كنت كنمشي للعروبيه يعني واحد الجلسه كتكون واعره. المهم غادي نمشيو معاهم وغادي نحسوا بديك الجلسه كامله ان شاء الله. المهم الجلسه اخوتي هي ديك اللي كاين لهيه باش نقصدوها يلا مهدي صافي واش حشمان انا اخي باغي نحشم باش نقصد بنام ديريكت كاين شي قص كاين شي كدا مرحبا كلشي موجود. السلام عليكم واش راني نصور ماشي مشكل الجلسه اللي كان حماق انا هي معشبه الله يلا معشبه نشد لكم ليه خاطر الرباعه ديال بلاتي 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 الرئيس الاخوان انتم اصلكم كامل من ايتيادين بغيت شي واحد فيكم اللي غيهضر شكون اللي كيعرف يهضر يهضر كرام واحد الحاجه انت يا غنقربوا عندك غير بلاصه يلا كيك يلا كيك هضر عادي سيو لا دادوز من داد لا لا عجبني داك السيد راه انا عجبني السلام عليكم سي خالد كي داير ولكن اخي جلس اخي مدخمه يا اخي هاد الجلسه ديال السوق خاصك غير بالرياض والشفنج كاين غير هو ان شاء الله الرحمن بغيت نسولك بغيت تقول شي كلمه على الناس ديال الايتيادين والناس اللي ما كيعرفوش ايتيادين والناس اللي كينتقدوا ايتيادين. بسم الله الرحمن الرحيم الاخوان ديالنا الكرام حنا كنقولوا لنا الناس هادو اللي ما كيحملوش ايتيادين ولا كيكرهوهم بصفه عامه ايتيادين راه ناس مزيانين ديالنا الناس ديال الخير والضيافه والكرم والمعامله والجود. انتم كتشوفوا اول موسم تنظم هنا في الرخامه بالنسبه لهاد الجمعيات هادو راه اكبر جمعيه ديال الخيل هنا في ايتيادين وبالنسبه ديال هنا ديال هاد المناسبه ديال تحتمان هاد الفروق ديال الخيل عدد السرابي كتجاوز عندنا 72 سربه تبارك الله في ايتيادين وكنقولوا للناس مرحبا بكم في اي اي موسم كان في ايتيادين مرحبا بكم. المهم اخوتي تصفيقه تصفيقه تصعبوا لي المهم اخوتي انا فخور بكون ديالي يا ديني ملي كنجيب حكيتي من الناس مع الناس الناس ديال 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 المنطقه والناس العائله والناس ديال الاصل كنلقى راحتي معاهم بزاف وانتم كتشوفوا كتشوفوا هذه الجلسه تحت واحد الشجره واحد الجلسه اللي ما تقدرش تلقاها في اي 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 بلد مشيتي ما تقدرش تلقاها بهذه الجلسه. المهم اللي عنده شي شي عيطه ولا شي حاجه ولا شي شي حاجه يقول الله الحاج الله شي موال شي موال شي مرحبا يا والنداد نغوري راس الخير ايا يا ايدي يا واذين ذي ماثونا يذقيخ اوا مرحبا يا والنداد نغوري راس الخير راس 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 تبارك الله عليكم صافي ساليتي. المهم اخوتي شكرا بزاف ديروا بحال هكا كاملين جيم 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 اخوتي سران دابا راه جيت غادي من هنايا بان ليا الناس هادو قالك الله يرحم باك كاين شي ناس ما بغيناك انا نمشي ندخل بحال على قفله وغتشد واحد المقاطع اللي زوينين. المهم غادي نكتشفوا بحال هاد البرانك هذا كيفاش غيدوز مشينا مشينا لا قتو مشكون غير هذاك دمو لا 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 شاور حلاش لا لا تصبر صبروا راك يصلاش قلت الطوب ابو ثما وايد ابو ثما وايد ماني قلت ابو ثما وايد باش تشوف غير داخلك تشوف غير داخلك اذاعه اذاعه ابو ثما وايد السلام عليكم السلام بويا السلام بويا السلام بويا سلام بويا ما كيقول الحال لاباس عليك سلم عليا انت صح لاباس الحال لاباس غرك كنا شويه واش بخير صح لاباس لقتو ما راني قختو زعما شنو غادي نديرو دابا واش غنديرو دابا اه غادي نقصرو شويه ان شاء الله ونفشطو شويه مع راسنا ونكونوا مزيانين بيناتنا يكون ما يكون غير الخير ان شاء الله
نطلبوا الله تعالى يكمل. امين. قول امين اصاحبي. يجيب لنا الله تعالى هذا العام يكون مزيان. امين. يا ربي احنيني. امين. وتكون سلطتك تعاوننا في الخير وتعاوننا في هذه بالدعم وهذه. امين. تهرست فينا هذه البليه هذه. والله العظيم راه من شحال هذه. انا باش عجبتيني خطاك انا باش عجبتيني. الجلابه والقبعه. يا خويا دابا شنو غادير دابا؟ المونستاج تا هو كاين. تماويت. واخا خويا ان شاء الله. المهم غنقدموا لكم اخوتي دابا تماويت. اللي ما عرفش تماويت هو غيقول اشرح لنا شنو هي تماويت. تماويت بالشلحه شنو هي بالعربيه؟ العيطة الشعر. الشعر تماويت هو الشعر. غتصنتوا دابا الشعر الامازيغي. الامازيغي غاو قيم دابا غاو قيم دابا. حنا زمور حنا معروفين بالسماوات. سوسمات سوسمات داو الماء. سوسمات داو الماء. قيم وقيم. انا عدل انا عدل انا عدل اغيمي. لا تغيمي. الله بسم الله بلاتي. اكترز الله يحبك اكترز. اكترز شنو تقول؟ غاز غاز. تورات اصاحبي. والله لا تغودوا توسع. يلا بسم الله. بسم الله. سفيقة مزيان. شاد الشرح هذا اللي عطيتينا زوين. دابا هذا بالعربيه حيت كاين ما كيفهمش الشرح. خصنا نقدموا لهم ذاك الشرح بالعربيه. دابا غايجيب لنا واحد التماويت ديال هذا العام ان شاء الله اللي غايجي. ان شاء الله يجي ان شاء الله مباركه مسعود. بغينا بغينا اكتوبر يجي مزيانين باش الخيل يشبع الربيع ويشبع القسيل والباردين كيمشيو غير على سيدي ربي الحبيب. امين. الا جا العام مزيان احنا مزيانين. الا جا العام قليل الناس كتكرفصوا مع الخيل. كاين اللي عنده خمسه الخيل والعوده. كاين اللي عنده العوده. المهم دابا هو غيدير تماويت يطلب الله بالله. ان شاء الله يا رب. الشيخ ديال الشيخ ديالنا هو اللي كيعطينا الهضره. هو اللي كيعطينا الشعر. هو اللي كيعطينا كل شيء. ريح الشيخ ديالنا هنا. الشعر غدير اخر تماويت المستقبل العام الجاي زعما نطلبوا الله بعث يكون زويون ان شاء الله. تريس كوس هذه غوده. هذه غوده. ولا شويه ارتفع هيني جيت ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. حتى واحد الدراري ما يضحك وحتى واحد ما يهضر. تبارك الله عليكم. عطيلك طرس. سيدي موسى. تو البنت لا؟ لا لا لا. اوه. مرحبا 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 لك الموسم ديال الله الرحمة. وراه كنعرف هذيك السيدة ياسر. كنعرف هذيك السيدة. عيد عيد عيد. السلام ديالي. سعليك. هذا الزمن ديالي. هذا هو الله يرجع عليكم. خالتي غتقول لنا شي كلمه زوينه. المهم السي الاستاذ هذه مسكينه اللي كتفرحنا هي هذه كتمشي معنا للمواسم هي هذه كدير لنا الكميله الطعام الماكله كتوكل لنا خدمه. هادو كيتسموا جلود الخفاء ما كيبانوش. هي مشكله بغينا نبينوهم. هي اللي غاتسي وسمازيغ بس عرب خاص سمازيغ. المهم غاتكتبوا كامل باش تهضري بالشلحه. المهم غادي تهضري لنا. علاه ما غتهضري لنا بعدا؟ على من بغيتي؟ على من بغيتي؟ المهم شوفي انت دوغ الموسم عجباك الحال. غادي نصر بي سيدنا هذه هذه فخ الموسم هذا مباركة مسعود نايد عدمان لله الرحمة ان شاء الله. تصفيقات تصفيقات سياس
هذه 20 عام ولا 30 عام حنا سمين نم على سمين نم فرشي وحجو. لا يعطيك لا يعطيك صحتك اختي الفرشي وحجو. انا اخت محسن وياي تعدمان جميعا ايتيادين. وهي اللي مقدات المشكل. شي شي كلمه الايتيادين الناس ديال الايتيادين. رباني نصر رباني هدا رباني نصر رباني هدا المجمع ان كاتسن صافي جات صفيقه تاع خوتي اخيره الله يحفظك الوالدين وين السبخه يا ذاك صافي هذاك الشيء زواون عندك. المهم اخوتي دابا ديال المكله دابا غنتعلموا كيفاش بهكشي كنحطوا لنا الحب وكيفاش كنرجعوا هذه البارتي هذه بهكايا حيت اول ما غادي نشد انا المكله بيدي ومازال ما عارفش كيفاش كتخدم. المهم غادي نشوف كتبرك من هنايا جرها جوج مرات زيد وحده قاصحه زيد وحده برك مزيان دخل هذا هذا هاي هاي خوتي دابا الا بغيتو تدفعوا هذا ما تدفعوش بهادي هكا خصك دير هكا ايوا وغتجيب منا غير بشويه وغتزير هذا باش ما يرجعش بجهد الا تبقى نديرو الحبه هنا الا طلقتي غير رجع بجهد غترد الحبه كتبرك هنا كتبرك هنا وكتبع يدك ها بشويه شفتي دابا بحال هكا هذا تعلمتي وكترطق وري الناس بلاصه الحبه باش يعرفوا ها هي بلاصه الحبه خوتي هاي بحال هكا يعني ما كانش الحبه وري الناس شي حاجه اخرى على الحبه قول لهم على الحبه اول مره غنشوف الحبه هذه اللي كتعطي الزيت لا فورس للبارد هذه هي الحبه اخوتي ها نشوف هذه منين مصنوعه من نقره ولا منين النحاس النحاس ما كيتضاش ركبها ركبها وما ترتقاش عندك عمر هذيك لا لا خرجنا الطريقه ديال التركيب ديالها دابا درنا البارود ياك بلاش بلاش هاكا باش كتبغي ترجعها غدير بحال هكا ودير زي باش نشوف قضي هذيك دابا غاديش ترتخ تدير البارود تدير البارود هو الاول عاد كدير الحبه الحبه شنو هو السبب اللي كيخلي اخي الناس كيتجرحوا من هذه البلاصه هذه من هنايا يعني على حسب فاش كتكون مكحله عامره بزاف كتكون مكحله عامره كتلقى تجرح الانسان تما شنو هي النصيحه اللي كتعطي الناس باش ما يبقاوش يتجرحوا من اساس السلامه ديالهم شنو غيديروا تلح كاين ليغات كدير ليغات ولا شي باندا باندا المهم اخوتي الناس يحاولوا على البارود البارود بزاف اخواتي دابا راه جالسين في واحد الوثاق ديال الناس ديال واحد السيد كيقولوا ليه وحسين الفرشوي جالسين في الوثاق ديالو هنايا ديال الصربه ديالو هنايا راه كتلبس المهم كتستعد باش يسترجعوا الخير باش يمشيو المهم جلسه زوينه هنايا وثاق زويون المهم هو مهدي راه جالس معايا هنايا كيجاوك الناس ديال الايتيادين صراحة الله عمر هذا المهم الا سمعتي شي هضره اخرى من شي واحد يعني ما غاتيخش شي واحد انت تجي تشوف داكشي بعينك بغى شي حاجه يجي عادي يحكم على الانسان تيجي المنطقه ديالو عادي يعرف ويحكم عليه وانتم اخوتي المهم تحيه كاع الناس ديال الايتيادين فين ما كانوا سواء خارج الوطن او داخل الوطن يلبس الناس راه كيستعدوا اجواء ديال اللبسه وانتم دابا الرزه التماك الشلابه كلشي ناضي السروال شمرت بزاف بزاف ورزياش ورزياش بزاف غادي تيق ساقرو تفرزه ماشي ناضي فهمتي سيرات ومن بعد تعطي واحد الديكور زوين الله ها انت اللي كتسمى البانكا من اللور ها ايوا البانكا اخوان دابا راه الناس دابا راه كيستعدوا هادو دابا راه كيعمروا دابا المكاحل بالبارود المهم غادي نشوفوا الطريقه كيفاش كيعمروا المكاحل بالبارود يعني بشحال ديال العبار وبشحال ديال الكونتيني وبشحال ديال القياس وكيفاش دايره الطريقه المهم بقاو معايا الغرافه بالعبار يعطيك الصحه وصافي ونعطي الواحد غير يدك تعطيني شي واحد نعاود ليه التعمار لا الا عطاك شي واحد عاودتي فيه التعمار مشكله كدير مشكله داكشي دابا يعني داكشي خص يكون بحال شي مضبوط مضبوط اللي شكيت فيها شكيت فيها عمرو الا شكيتي فيها شنو كدير شكيت فيها دابا الا شكينا فيها كنصوتو فيها كنصوتو فيها كنحلها لا صوت فيها ولا عمرات ما خرج البارود من هنا كنهزو شويه البارود ندخلو هنايا البزبوز ديالو ايه هكا انا باش البزبوز يا عمر باش درتي الحبه صافي هنا تجبد تخرج صافي
الكاطا هنايا. شي كلمة والله يا الله المهم اخوتي دابا راه البارود بدا موسم واعر الصراحة واعر في واحد الجو واعر يعني الجو مغربي داكشي ناضي فين المرضي؟ فين ديك مزيان الله يحفظك اخويا وصل عندك المشروع شرح لنا الموسم كيفاش جاك المجتمع هذا الموسم ان شاء الله داز داك الشيء رفيع واعر اول مرة الحمد لله السلام عليكم خوصر وين اسمي ديال الصربة غوت اصاحبي انت باع الله نور الدين باع الله نور الدين هاديك هاديك بارك الله عليك واحد جوج ثلاثة ديرها هادي آه عزيز بن قدام مقدم اخوتي عزيز بن قدام بن قدام هو هذا تبارك الله عليك لذلك نقدم لكم قصيوي والحومة ودر التاحة ها هو ها هو هضروا لها در التاحة كاملين انتوا باقي قصيوي واحد لابس التوالة بالشور ديال الميريكان هو دخول هذا هو اش بان لكم الله يحفظك الله يعطيك الصحة ما هذاش الوقعة اخويا الضربة كانت غادا نيشان واحد ربعة الخيل تقريبا مالوا لهاد الجي ويلي للناس طاح واحد السيد اخويا السلامة 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 نطلبوا السلامة اخويا ابونوا معنا في يوتيوب جيم لايك الله يحفظك بسم الله الرحمن الرحيم محمد البوعزاوي من جماعة ايتيادين هذه أول خطرة كيتنظم هذا الموسم ديال الرخامة وراه لقى واحد الصدى كبير من طرف الجميع من طرف المتفرجين من طرف الخيالة ومن طرف المعني فالبارح كانوا نشادة واليوم كاين الموسيقى على الأنواع والجالية المغربية حاضرة حتى هي بكثافة منهم السيد بن عمر هو حدايا بان رجاليه بن عمر رجاليه والجاليه راه فرحانه بزاف بزاف وسيرتو المكان فين كنسكن انا كاينين غير ايتيادين ما يزيد على 2000 غير ايتيادين
وحنا فرحانين بزاف. كنشكر حتى انت اللي كدير هاد المجهودات وكتدخل بين الخيل شي نهار يضرب كنسخون شي عاود، والله الا كنشكروك بزاف. وسورتو حنا اللي عايشين ليه فاش كنشوفوا هاد الشيء، والله الا كان كيعجبنا العال وكنشكروك بزاف. انت بوي مهدي مع الصربه ديال المقدم العتيريس. فين با احمد؟ عز اخويا تراري والحومه تبارك الله عليك. هادو مولات الحومه، شو الوسامه تبوكيصات زبيطه كلشي ناضي اخويا. هذا سميتو احمد اخويا راك عزيز. كيجاك اخويا احمد هذا الموسم؟ والموسم الحمد لله عزيز عليك. الموسم زوين ديما، فين ما كان شي موسم اخويا انا معاه. انا باش ما عجبتينيش ما كتبورتش. لا كاين الطبور هذا، ولكن حنا ما مش بغيتش نركز. المهم تحيه، المهم الرتاحه فوريفر. تحيه كاع التحيه الخوت كاملين من المغرب الرتاحه خميسات واحد لاحظتك اخي. تحيه لكم. المهم الاخوان دابا راه التسالى، دابا الموسم كيتسالى شويه بشويه، ماشي التسالى كيتسالى شويه بشويه، مازال عاوتاني الصراحه عاوتاني العشيه ابارطاجيو معكم عاوتاني داكشي. المهم دابا الغرض اللي عندي الوحيد هو غادي نمشي دابا عند شي صربه عندها خيل ملاح كما كيقولوا خيل ملاح. المهم ما كرهتش انا باش نطلع فوق شي خيل ونتصور حتى حنايا ونضربوا على دوك التصاور ديال شحال ديال ايامات الطفوله كما كيقولوا. بان لي مليحه ها هي، شو عندنا نشوفوها. خوتي طالع فوق خي عاود دم هاو ما تشدش الجام. لا ما غنشد لا الجام لا والو، انا مريح فوقو ترونكيل، ما كاين لا الجام لا حتى حاجه. واش غدير بحال هكا ولا دير هكا؟ لا هكا نحطها فوق هذا هو. ها انت بحال هكا ياك؟ لا باش تبان هكا مكحله طويله عليا يا اخي. مثلا بالنسبه للصربه اللي استضفتنا هنايا وركبنا فوق الخيل باش نديروا هذا الفيديو، هذا سميت الصربه الاخ الشيخ البوهالي بوتهرويل. الشيخ البوهالي بوتهرويل تحيه لك كبيره اخويا، وشكرا لكم بزاف الاخوان، والله يحفظكم والله يستركم الله يعاونكم. عطونا يدكم شويه لومبيونس الشبابيه كامل. زيد 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 يا سلام. قول معايا اسمع اسمع اسمع. الحفلة نديروها الليلة نرملوها وراهي على موت في خاطر تنموت كل شيء